السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يا رب يبقى الكل بخير. اخواتي واصدقائي واحبائي متابعين قناة Fit for Arabs، اخوكم محمد شوقي جاي النهارده اقول لكم على ابجريد وتحديث جديد تم للقناة وتم ليا انا شخصيا. الحمد لله والشكر لله، رغم ان يا شباب من في عدد سنين كتير، يمكن 10 سنين تقريبا، وانا في مجال دراسة التدريب الرياضي والتغذية الرياضية، اللي انا دايما بكون حريص ان شاء الله على تطوير نفسي بصفة مستمرة، وده من خلال دراسة الابحاث الخاصة بعلم التدريب الرياضي والتغذية الرياضية، وكمان دراسة المحتوى الأقوى الخاص بنفس المجال. وبتوفيق من ربنا في أواخر سنة 2019 بدأت في دراسة محتوى أكاديمي قوي جدا خاص باعتماد المدربين الرياضيين الدوليين، والحمد لله دخلت الامتحان وحصلت على سكور عالي جدا، والحمد لله الشهادة وصلتني. هي دي الشهادة شباب، والاعتماد الدولي الجديد باعتمادي مدرب لياقة بدنية وكمال أجسام دولي معتمد. الجهة المعتمدة للشهادة واللي درست المحتوى بتاعها هي IFBA. IFBA اختصار International Fitness Professional Association، يعني الهيئة الوطنية لاعتماد المدربين الدوليين. الهيئة دي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا انت بتدرس المحتوى ده بتقعد حوالي 3 شهور بتدرس فيه. الـ IFBA شباب معتمدة من اكثر من اعتماد دولي قوي جدا، اول حاجة الـ E-Reps Level 4، تاني حاجة الـ NCCA. وبغض النظر بقى عن المصطلحات ديت او الاسماء ديت، انا مش عايز اطول عليكم وان انا اشرحهم، بس خليني اقول لك ان في سنة 2019 الحمد لله تم تصنيف الـ IFBA والكورسات بتاعتها والاعتماد بتاعها من اقوى اعتمادات المدربين الدوليين. من الحاجات اللي عجبتني جدا في الـ IFBA هي اول حاجة قوة المنهج بتاعها. قوة المنهج بتاعها يا شباب فعلا بندرس فيه كل حاجة، يعني كل حاجة ممكن تتخيلها تهتم بمجال التدريب الرياضي، سواء التدريب او التغذية الرياضية، هتلاقيها في منهج الـ IFBA. لذلك انا منصحش اي حد حابب يدخل الكارير دوت واول مرة يدخله ان هو يبدأ بالمنهج بتاع الـ IFBA، لان هو هيبقى صعب شوية عليه. المنهج دوت محتاج حد ادفانسد شوية، محتاج حد قديم في المجال شوية عشان خاطر يقدر ان هو يفهمه ويستوعبه وينجح فيه. تاني حاجة من الحاجات المميزة في الـ IFBA ان الامتحان بتاعها بيكون امتحان حضوري، بتبقى قاعد في وسط لجنة ووسط ناس كتير بتمتحن، وبيبقى عليك كمان مراقبين كتير، مش واحد او اتنين، بيبقى واقف اكتر من مراقب، والامتحان بيبقى مصور بكاميرات لان مفيش اي مجال للغش. بيبقى 100 سؤال، وال 100 سؤال لازم تحلهم تقريبا، تحل تخطى نسبة 80% من الاسئلة عشان خاطر تقدر ان انت تنجح وتحصل على الاعتماد الدولي كمدرب رياضي. تالت حاجة زي ما قلت الاعتماد القوي بتاعها. الاعتماد الـ IFBA يا شباب من النادر جدا ان انت تلاقي هيئات معتمدة للمدربين الرياضيين بتدي الاعتمادات القوية الدولية دي، ودي حاجة بتميزها جدا. كل دول العالم بتحترم اعتماد الـ IFBA وبتشيد بيه وبقوة. النهاردة انا كنت جاي افرحكم معايا بمناسبة نجاحي والحمد لله حصولي على اعتماد دولي الجديد كمدرب لياقة بدنية وكمال أجسام، وبالمناسبة ديت ليكم عندي هدية بسيطة خلال الثلاث شهور الجايين، هعمل أوفرز قوية قوي على التدريب الشخصي. واللي ما يعرفش منكم ان انا الحمد لله من فترة طويلة قوي، يمكن من سنة 2015، من ساعة ما بدأت فتحت القناة وانا بقدم خدمة التدريب الشخصي والمتابعة الشخصية، بعمل لك برنامج خاص بيك انت لوحدك للتدريب الرياضي والنظام الغذائي. العروض والخصومات ان شاء الله يا شباب استنوها من اول الفيديو الجاي. من اول الفيديو الجاي هبدا انزل لكم في العروض والخصومات الخاصه بالتدريب الشخصي، والله ما هكون لعدد محدود جدا من الناس، لان الاوفرز ديت او الخصومات ديت هتبقى اكبر خصومات قدمتها من ساعه ما بدات خدمه التدريب الشخصي. عايز اشكركم جدا يا شباب على دعمكم ليا خلال الفتره اللي فاتت، انتم كنتم جزء كبير جدا من نجاحي وحصولي على الشهاده والاعتماد الدولي الجديد. وكمان عايز اشكر كل الكلاينتس المشتركين معايا في التدريب الشخصي، انتم كمان كنتم جزء كبير قوي من النجاح. ان شاء الله انا مش هقف لحد كده، انا لسه مكمل ومكمل في دراستي ومكمل في تطوير نفسي وتطوير القناه بيكم ومعاكم ان شاء الله. تحياتي ليكم ولكل محبين مجال اللياقه البدنيه وكمال الاجسام في الوطن العربي، وان شاء الله اشوفكم قريب باذن الله. سلام عليكم.